اليوم راح نسوي معمول بدون طحين، وهذا شكله النهائي. هذا المعمول صحي خاصة عندهم حساسية. راح احتاج نص كوب من الزبدة، ملعقتين سكر، ملعقتين اكل، طبعا السكر يكون مطحون. اخلطهم كل الزين الى ان يذوبون بشكل تام. راح اضيف لهم ربع كوب من الزيت وبيضة واحدة. طبعا كل ما نضيف اي مكون من المكونات لازم نذوبها بصورة زينة وبصورة دائبة، خليها جدا دائبة. انا هنا ضفت ملعقة اكل من الهيل، وهنا كمية من الفانيلا طبعا حسب الرغبة. انا عندي هنا كوبين من طحين الرز، كما اضيف كوب اذوبه بصورة زينة. انا ضفت هنا النص، بعدين اكمل النص الثاني حتى الى ان يذوب بصورة جيدة. هنا نص كوب من طحين الذرة، هذا الذرة صفرة مطحونة، مو نشا الذرة يعني. أبدي هنا أكورها العجينة، أسويها على شكل كرات. لاحظ إحنا هنا عندنا العجينة متماسكة. هنا حضرت أنا كرات من عجينة التمر، وعندي أنا فستق مطحون راح أضيف له شيرة. هذه الشيرة أنا مسويتها من قبل بيوم ومبردتها، حطيت منها تقريبا 3 ملاعق من الشيرة وبديت أخلطها. تقريبا هذا قريب الكوب من الفستق المطحون، وأبدي أقلبها حتى أنه يسهل علي تكويرها. ولما أكورها تصير بهذا الشكل متماسك، أقدر أنه أحشي بداخل العجينة، تكون بهذا الشكل، شكل الكرات. هنا هاي العجينة اللي حضرتها قبل قليل، راح أفتحها وأبدي أخلي بداخلها كرات الفستق وكرات التمر، فأجهزهم كليتهن حتى أدخلهن وأخلي لهن شكلهن النهائي اللي بالقالب. هسه هذه بداخلها التمر، وكل تندني راح نخلصها على نفس الشكل حتى ندخلهن بداخل القالب. هنا هذا القالب راح اني اضغط عليه بهذا الشكل حتى الى ان تعطيني الشكل الطبعة مالتها، فنشوفها حتكون هذا شكلها. طبعا هذا الشكل حتى انه بعد ما نطلعها من الفرن راح تظل على نفس الطبعة، ما راح يتغير من فيها اي شيء، حتكون نفس الشكل هذا. بعد ما جهزتهم كليتهم راح أدخلهم داخل الفرن. الفرن تقريبا راح ياخذ له حوالي 10 دقائق. هنا الحرارة فوق وجوه كانت تقريبا 180 درجة، وهذا شكلها النهائي. وهذه العجينة جدا سريعة و سهلة وبسرعة انه واحد يجهزها، وشكلها جدا حلو وطعمها ايضا رهيب، يعني طعمها جدا لذيذ وتكون صحية خاصة للي عندهم حساسية من الجلوتين. جربوها وارسلوا لي رأيكم بيها، وانا واثقة انه راح تنال اعجابكم. ولا تنسون الاشتراك بقناتي حتى دائما تشوفون كل شيء جديد.